اي واحد يقدر يدير هذه العمليه، ما كتطلبش منك جهد كثير ووقت قليل. الفكرة ديال فيغيو كاروش ماروك هي غسل السيارات بدون استهلاك هذيك الكمية المعروفة في قطاع غسل السيارات اللي تتراوح بين 60 100 120 تتمشي حتى 200 لتر ديال الماء. مشينا حنايا بهذه الفكرة هذه بأن بإمكاننا نلقاو واحد البديل لغسل السيارات كيف كانت تدار، ولكن بطريقة إيكولوجية تنحافظوا فيها على الماء، تنحافظوا فيها على السيارة، تنحافظوا فيها على الطلاء ديالها. تنعاني وحنا من واحد الموجة ديال الجفاف اللي مازال ما قالش الكلمة الأخيرة ديالها كيف تنقولوا، يعني وماشي في المغرب، في العالم بأسره. هاد الموجه ديال الجفاف وديال الحراره اللي غاديه من المغرب للجزائر، تونس، مصر، الخليج العربي، كلها دول يعني معرضه لهذا الجفاف هذا ومعرضه لهذا الالتباس الحراري. يعني تنحبذ لو هاد المبادره بحال ديالنا يكون عندها يعني مثيلات ديالها في دول عربيه اخرى اللي يمكن نتواصلوا معهم، نخلقوا شراكات، نطوروها ماشي بالمعنى التجاري فقط، ولكن بالمعنى كذلك من ناحية التحسيسية، من ناحية البيئية، لأن في الوطن العربي احنا محتاجين أن نحافظوا على الماء. سي فاسيل، هانتي شتي، سي سامبل، اي واحد يقدر يدير هذه العمليه، ما كتطلبش منك جهد كثير ووقت قليل. باختصار شديد، الماء هو صمام امان في اي بلاد.